السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أخواتي. رمضان مبارك كريم علينا وعليكم بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي، وبدلنا هذه الساعة إن شاء الله بشي ساعة الخير. كل يوم بغيت نشارك معكم بسطلة الدجاج أو هذا ميني باستيلات، بما أنني حضرتهم في الدار قلت لما لا نشاركهم معكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal وصفات أم أحمد. Espero que estáis todos bien y feliz Ramadán a todos. Ya sabéis que es un mes, el mes de Ramadán es un mes muy sagrado y muy especial para nosotros. Y bueno, hoy os vamos a preparar estos riquísimos mini pastelas. Bueno, es una receta típica marroquí, la vamos a rellenar de pollo y almendras, como veis, y es un plato que mezcla entre lo dulce y salado. Y espero que os guste la receta de hoy y os dejo con los ingredientes. بسم الله على بركة الله. أول حاجة بديت بها أنا هنا عندي 250 غرام ديال اللوز، من بعد ما غسلته مزيان عندي هنا واحد طنجرة من بعد ما غلى الماء، غادي نوضع فيها اللوز ديالي كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليه واحد 10 دقائق ومن بعد نحيدو باش حتى يبدا يتحيد له الجلدة بحال اللي كتشوفوا، ونعملوه في واحد الكسكس وساعة نقشروه. أكي كوما فيس تنغو هنا بونو unos 250 gramos de almendras después que se hierve el agua. Como veis, lo ponemos el agua, dejamos unos 10 minutitos, cuando se empiece a quitarse la piel lo quitamos con una ayuda de un colador y así lo llevamos así y empezamos a quitarse la piel y lo dejamos encima de un pañuelo para que se seque y luego lo usamos. Una غادي نخلي ينشف اخواتي باش نستعملوه. وبسم الله المقادير اللي كنحتاجو عندنا هنايا كما كتشوفوا 1 كيلو من صدر الدجاج. انا استعملت الدجاج، نتوما بامكانكم يعني استعملوا الدجاجه يعني كامله، المهم انا عندي 1 كيلو من صدر الدجاج، 6 البصلات مشلضين بصلات متوسطين، وجوج بصلات مفرومين كما كتشوفوا، وشويه ديال المعدنوس او البقدونس المفروم، و6 البيضات، وعندي هنا مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت الزيت المائدة. عندي هنايا سكنجبير، فلفل أسود، القرفة، الكركم والملح. طبعا هنايا عندي السمن والزعفران شعره كيف ما كتشوفوا، واحد 3 شعيرات زعفران شعره، والورقه من بعد نقول لكم شحال تخلي فيها. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí como veis tengo 1 kilo de pechuga de pollo. Yo he usado el pechuga, pero si queréis usar un pollo entero lo podéis usar también, es igual. 6 cebollas medianas en juliana, 2 cebollas trituradas o cortadas pequeñitas, un poco de perejil picado, 6 huevos, aceite de oliva suave, bueno, jengibre y también pimienta negra, canela, cúrcuma, sal y una cucharadita de smen o mantequilla marroquí, o podemos decir rancia también, azafrán y masa brick. Y de la masa luego os digo cuando he usado de cantidad. وبسم الله على بركة الله. أول حاجة عندي هنا واحد طنجرة كما كتشوفوا، غادي نوضع فيها الدجاج ديالي أو صدر الدجاج، بإمكانكم استعملوا دجاجة أنتم كاملة، وغادي نضيف عليها البصل المفروم، وكذلك نضيف عليها البقدونس المفروم، وغادي نحرك المكونات مع بعضيتهم. Aquí como veis en una olla hemos añadido el pechuga de pollo, podéis usar también el pollo entero de 1 kilo, y añadimos la cebolla picada y también perejil, y aquí añadimos el aceite de oliva.
انا كيف ما كتشوف اخواتي ضفت زيت الزيتون سكنجبير كيف ما كتشوفوا غادي هذه مسخين خبري فلفل اسود غادي هذه موس بيمينتا نيغرا كانيلا القرفة انا ضفت القرفة والكركم الكركمة السال على جوستو وهنا ضفت الملح على حسب الذوق طبعا وهنا غادي نضيف داك الزعفران شعرة غادي نحكو هكذا ما بين يدي بحال هكذا هاك يعني هادي موس اسافران اسمن او مانتكية ماروكي او بوديموس ديسير تامبيان الرانسيا هنا ضفت السمن كذلك وغادي نحرك المكونات مع بعضيتهم ونخليهم على نار مهيله حتى ديك البصل ديالنا يعطي داك المرق ديالو انا ما غاديش المرق ما غنضيفش نهائيا الماء غنكتفي غير بديك البصل اللي يعطينا ديك المرق ديالو وبها غنكتفي انه يطيب الدجاج ديالنا باش كيجي فيه واحد الصور اللي هو مزيون después de terminar de añadir todos los ingredientes vamos a mezclar así como veis nuestros ingredientes con nuestro pollo para que se integren y vamos a tapar la olla y lo dejamos sofreír a fuego bajo y no le vamos a echar agua esto se va a cocinar simplemente con el agua que va a ir soltando la cebolla y como veis aquí está soltando un montón de agua pero el más importante que sea el fuego bajo y lo vamos a tapar y dejamos hasta que se cocine هنا غادي نمرو باش نقليو اللوز ديالنا كيف ما كنشوفوه عندي هنايا واحد المقله اللي فيها زيت بارد دائما كنقول زيت بارد باش نقليو فيه اللوز باش ما كتحرقناش مع برا ومن داخل كيبقى يعني خضر كنخليوها على نار يعني محنيه وكنخليوها حتى كيتقلى وحين كياخذ داك اللون الذهبي كنحيدوه وكنبقاو مره نحركوه حتى كيحصل على داك اللون الذهبي اكي كومو بيس En un sartén que tiene aceite fría, insisto que sea fría el aceite para que no se queme por fuera nuestras almendras y por dentro se quedan crudas. Así que lo dejamos a fuego medio o casi bajo y así de vez en cuando lo mezclamos así para que cuando se coge el color que sea dorado lo sacamos y lo dejamos a un lado que se enfríe. وهنا من بعد ما تقلى اللوز ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون اللي كنحصلوا عليه اللي هو ذهبي كنعملوه هكذا وكنخليوه حتى يبرد على جنب ومن بعد كنستعملوه después de conseguirnos el color doradito de las almendras lo dejamos a un lado para que se enfríe y luego lo vamos a usar aquí como veis está nuestro pollo y hasta casi va a terminar de cocinar وهنا كيما كتشوفوا اخواتي من بعد ما طاب الدجاج ديالنا تبارك الله كيما كتشوفوا كيجي رائع وكيطيب غير بالمهل والصلصه كتجي خاطره وعقده والدجاج ديالنا طيب غادي ناخذ واحد الصفاي او واحد الكسكاس وغنوضع فيه الدجاج ديالنا على هذا الشكل هذا كيما كتشوفوا وغنخليه يبرد ويتقطر ومن بعد نمرو باش نفتتوه aquí como veis después de que se cocine nuestro pollo vamos a sacarle o retirarle con una ayuda de un colador y lo vamos a dejar que se enfríe pero en la misma salsa como veis vamos a echar o vamos a añadir la cebolla y lo mezclamos así muy bien para que se absorbe bien el caldo del pollo هنا كما كتشوفوا ضفنا البصل ديالنا وغادي نحركوه على هذا الشكل هذا باش ياخذ داك الصابور ديال المرق الدجاج وغادي نضيفوا شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال الكركم شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الملح لا وهذه شويه ديال القرفه وهذا شويه ديال الملح طبعا الملح على حسب الذوق aquí hemos añadido un poco de canela un poco de pimienta negra un poquito de cúrcuma y también un poquito de jengibre y sal también hemos añadido al gusto y un poco de perejil picado ونضيف شويه ديال المعدنوس وكنحركوا المكونات مع بعضيتهم بحال هكذا وكنخليو هذا البصل ديالنا على نار مهيله كنغطيوها وكنخليوها حتى كطيب بحال هكذا كما كتشوفوا لو ديخاموس ا فويغو باخو حتى كي سي كوسيني موي بيان نوسترا سيبويا así
وهنا غادي نمروا باش نحضروا اللوز ديالنا. كما كتشوفوا عندي هنا 250 غرام ديال اللوز اللي سلقته وقليته معكم، 4 معالق كبار ديال السكر وملعقه صغيره ديال القرفه. اكي كومو بيست ان غو 250 غرام ديال المندس لو كيموس بريبارو انتس اي 4 كوتشاراداس ديال السكر اي اون كوتشاراديتا دي كانيلا. vamos a mezclar todo con nuestras almendras y lo vamos a pasar para triturarlas. كيما كتشوفوا اخواتي غادي نمروا باش نطحنوا اللوز ديالنا، يعني نخليوه مرمل ما نطحنوهش بزاف، نخليوه على هذا الشكل هذا كيما كتشوفوا. Esta es nuestra textura de nuestras almendras después de mezclar las almendras con canela y el azúcar. Lo trituramos así de esta manera. No lo dejamos que sean ni pasta ni polvo, así con un poquito granulados. Seguimos de triturar hasta que terminamos toda nuestra cantidad. Una غادي الكميه ديالي كيف ما كتشوفوا كامله ديال اللوز ديالنا باش نطحنوه، وغادي نخليوه على جنب باش نستعملوه. وهذا البصل ديالنا من بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا كيطيب على نار مهيله. غادي ناخذوا واحد الكسكاس او واحد الصفاي وغادي نوضعوه فيه ونخليوه حتى يبرد على جنب. وكذلك ديك الماء اللي كينزل يعني بداك الصحن كنرجعوه للطنجره وكنستعملوه. اكي كومو بيس ديسبويس دي سي كوتين نوسترا سيبويا vamos a ponerla también en una ayuda de un colador o un escurridor. Lo dejamos hasta que escurre bien el líquido para que no se humedezca la masa a la hora de montar nuestras bueno, de nuestras pastelas. وهنا غادي نمروا باش نطربوا البيضات ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نضيفوهم على ديك الصوص او على ديك مرق الدجاج، وغادي نبقاو نحركوهم ما نوقفوش يدنا على التحريك باش ما يلتصقوش معنا او لا يبقاو بالطريفات. وغادي نضيفو شويه الملح وغنستمروا بنفس الطريقه. Aquí como veis vamos a batir, batimos los huevos y lo añadimos a la salsa lo que quede del pollo. No dejamos de remover de vez en cuando hasta que absorbe bien el líquido, bueno, hasta que absorben los huevos bien el líquido como veis. هنا كيما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا وشربوا بيان، يعني شربوا مزيان داك المرق. هذا هو الشكل ديالهم كيجيو بحال هكذا. وغادي نمروا هنايا كذلك باش نوضعوهم في واحد الكسكاس او في واحد الصفايه حتى هما يتقطروا ونخليهم يبردوا كذلك. يا ahora como veis lo vamos a pasar a un escurridor o a un colador para que se escurre bien el líquido y también para que se enfríen. وهنا كما كتشوفوا اخواتي من بعد ما برد الدجاج ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني من بعد ما تقطر مزيان منه داك المرق ديالو، غادي نمر هنايا باش نفتتوه بحال هذا الشكل هذا، وغادي نستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله. Aquí como veis vamos a desmenuzar el pollo después de que se enfríe de esta manera. Voy a seguir hasta que termino toda la cantidad. وهنا كيفما كتشوف اخواتي من بعد ما كملنا الدجاج ديالنا من بعد ما فتتناه كامل، هنا غادي نمر باش نضيف عليه واحد جوج معالق كبار ديال البصل باش ما كيجيش ينشف. كنحركوه هكذا كنخلطوه مزيان مع بعضياتو. Aquí como veis después de terminar de desmenuzar nuestro pollo vamos a añadirle dos cucharadas de cebolla, bueno, para que no se quede seco. Mezclamos todo muy bien y también vamos a echarle 3 cucharadas del caldo o la salsa de lo que se queda. Y si lo queréis más dulce le podéis echar a esta salsa la miel, un poco de miel, pero yo me quedo suficiente con el azúcar lo que tiene las almendras. هنا كيما كتشوفوا اخواتي درت كذلك واحد 3 معالق ديال مرق الدجاج، واذا بغيتوها حلوه اكثر يمكن لكم تضيفوا لهذا المرق تضيفوا له العسل باش يجيكم حلوه اكثر. هنا غادي نخلطوا المكونات كامله مع بعضيتها. وهنا كذلك في واحد البول غادي نمر باش نخلط البصل ديالي مع البيض. Aquí en un bol vamos a mezclar todos los huevos con la cebolla. Lo mezclamos muy bien hasta que se integren.
وهي الحشوة ديالنا واجدة. كيف ما كتشوفوا عندي هنا الدجاج، عندي هنايا البصل مع البيضات، اللوز اللي حضرنا قبل، وعندي هنا الزبدة مدوبة مع شوية الزيت والورقة. اكي كومو بيس تينيموس البويو لو كيموس بريبارو انتس، huevos con cebolla, almendras y mantequilla derretida con un poco de aceite y también la masa brick. Y ahora vamos a pasar para separar nuestras hojas o nuestra masa. Lo vamos separando así poco a poco y una vez separamos una cantidad lo ponemos en una bolsa para que no se seque. Bueno, una bolsa de plástico. Y vamos sacando poco a poco para usar. هنا غادي نمروا باش نفركوا الورقه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. انا استعملت هذا النوع هذا، وبامكانكم تستعملوا اي نوع بغيتوا. كل مره نفرقوا شويه، غادي نوضعوها في واحد البلاستيك باش ما تنشفش معنا. وهنا غادي واحد الطريقه اللي بامكانكم تستعملوها، اما الطريقه هذه واما الطريقه اللي غنستعمل انا، اما مثلا تقسموها هكذا على جوج وتاخذوا مثلا واحد الغطاء بحال هكذا ولا واحد المولدي ولا واحد الصحن اللي غادي تحضروا فيها الباستيله ديالكم، وتوضعوها بحال هكذا وتعملوا فيها الحشوه من داخل، ومن بعد طويوها عليها. ولكن انا عندي كما كتشوفوا داك الغطاء يعني كبير، جاتني فيها هاد الورقه صغيره كما كتشوفوا، لذلك غنستعمل طريقه اخرى. الطريقه اللي غنستعمل انا هي هذه. غادي ناخذ الورقه ديالي بحال هذا الشكل هذا، وغادي نطنيها على هذا الشكل هذا، وغادي نقطعها باش تجي على شكل دائري. ولكن اذا بغيتوا تستعملوها مربعه بامكانكم تستعملوها مربعه، كيبقى الاختيار لكم. اكي كومو بيس سي كيريس اوسار نوسترا ماسا دي كوادرادا لو بوديس اوسار، بيرو سي نو لو كيريس اوسار دي كوادرادا لو بوديس اوسار تامبيان لو كورتايس كومو هيتشو يو اي لو ديخايس ريدونديتا para que no sobre mucha hoja o mucha masa de esta manera. كما قلت لكم اخواتي، الورق اللي كيشيط معنا كنخبعو في الكونخيلادور وكنحتفظ به، يعني كيتحتاج بزاف د الحاجات للديكوراسيون وبزاف د الحاجات. هنا غادي نمر باش نحضر معكم الباستيله ديالي كما كتشوفوا. اول حاجه كندهنوا بحال هكذا بالزبده والزيت، وكنوضع الدجاج ديالنا كنحاول نوزعو بحال هكذا. وثاني حاجه كنوضع البصل مع البيضات كنوزعهم بحال هكذا كذلك، وكنضغط عليهم. واخر حاجه كنعمل هي اللوز. من بعد ما كنعمل اللوز ديالنا كنضغط عليه شويه بديك الملعقه، وكنبقى نشده بحال هكذا كنرجع ليها ديك الورقه. نستعمل داك الغطاء للغطاء، ويمكن لكم تستعملوا اي مولدي صغيوار او تستعملوا شي صحن عندكم. اهم حاجه هما يجيو يعني نفس الحجم، كيجيو مزيونين حين كيجيو نفس الحجم. انا عملتهم شويه كبيرين، وانتم اذا بغيتوهم صغيرين بامكانكم تعملوهم صغارين. وهنا غادي نعمل نفس العمليه كما شفتوا، عملت الورقه من فوق وغادي نعمل نفس العمليه. كنتمنى الفيديو يكون واضح معكم. اذا شفتوا مثلا غادي تشيط لكم الورقه، بامكانكم مثلا تاخذوا واحد المقص وتقطعوها. هنا عندي واحد البنديخه او واحد الصينيه وفرشت فيها البلاستيك، وغادي نوضعهم بحال هكذا وغنعملهم فرشه بفرشه. Aquí como veis vamos a poner la mantequilla derretida, ponemos nuestra masa o nuestra hoja, primera capa vamos a hacer el pollo y luego la segunda capa que es la mezcla de cebolla con huevos, intentamos de aprietar un poquito así como veis para que cogen el forma del molde y al final ponemos las almendras. Y aprietamos un poquito con la ayuda de la cuchara.
aplastamos muy bien con la cuchara, como veis, y empezamos a cerrar. De vez en cuando ponemos un poco de mantequilla y lo cerramos así. Yo he usado esta tapa, pero vosotros podéis usar un molde pequeño, un poco más grande que este, o podéis también usar que sea un platito pequeño, lo que tenéis, lo que tengáis en casa. Cogemos otra hoja y lo ponemos por arriba y seguimos de la misma manera de cerrarla por arriba. Y ya está nuestra pastela lista. Y si veis que os sobra un poquito de hoja o de masa, lo podéis cortar con una ayuda de unas tijeras. هناك كما كتشوفوا اخواتي انا نعمل معكم واحده اخرى وهي الاخيره اللي غادي نعمل. هنايا انا كملت، غادي نعملها بنفس الطريقه. غنعمل الدجاج ديالي وغنعمل البيطات مع البصل. انا كما قلت لكم انا عملت هنايا كبيبره، وبامكانكم نتوما تعملوها صغيره اذا بغيتوا. وغادي نعمل هنايا اللوز. انا استعملت هذا الغطاء هذا، وبامكانكم تستعملوا شي مولد صغير، ديك القطعه الصغيرين ولا واحد المولد اللي يكون صغير اللي عندكم موجود في الدار، او واحد الصحن صغير حتى هو كذلك، شي يعني شي طبيصل صغير اللي موجود عندكم. اهم حاجه هما يجيو يعني نفس القد، كيعطي الشكل فيهم مزيون. اذا شفتوا الورقه كتشط معكم او لا كتجي زايده، شبروا واحد المقص وقطعوا هذيك الزياده. لذلك انا قطعتها يعني مدوره باش ما تشتلش الورقه. هنا غنستمر نفس الطريقه حتى نكمل الباستيلات ديالي كاملين. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي كما كتشوفوا، 28 حبه. انا عملتهم شويه كبيبرين، واستعملت بالنسبه للناس اسبانيا كخة ونصف، يعني ديك الورقه المربعه، يعني الورقه الباستيلا. وغنحتفظ بهم بحال هكذا في مجمد فرشه فرشه باش ما يلصقوش مع بعضيتهم. اكي كومو بيس استا نوستر كانتيدا سون 28 باستيلاس اي وسا اون كخة اي ميديو دي ماسا دي فيلو اي vamos a reservarles así entre cantidad y cantidad el plástico para que no se peguen en el congelador. Y ahora voy a pasar para cocinar con vosotros una cantidad para que veáis cómo están. Vamos a llevar al horno que está precalentado a 180 grados por arriba y por abajo. Cuando se ponen el color doradito, lo saquéis. Una vez que chufa khawati ghadi nmor bach ntayi ma3kom had el kmiya hadi. غندخلو من الفران المسخن عندي درجه حراره 180 درجه من فوق ومن تحت. من بعد ما يطيبوا لنا، يعني نتوما كتعرفوا الحشوه عندنا طيبه، اللي كيبقى طيب عندنا هي الورقه، وها هي واجده الباستيلا ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران. هذا هو الشكل ديالها. اكي كومو بيس استا اس نوسترا باستيلا ديسبو دي ساكارلا ديل هورنو. تيني موي بونا بينتا كومو بيس. تامبين لو بوديس ديكورار على الغوستو. يو بولفوري كون بوكو دي ازوكار اي كانيلا. Y otras también lo he puesto un poco de almendras, que están los cubitos de almendras, o podéis poner también las láminas de las almendras laminadas. Ok, con هذا هو الشكل النهائي للبسطة ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين وغزولين، كيجيو لذادين. وكيف ما كتشوفوا من ناحية طريقة التزيين كيبقى اختياري. انا عملت لهم قرفة والسكر كيف ما كتشوفوا، عملت ديك اللوز اللي كيجي مهرمش. بامكانكم كذلك تستعملوا اللوز ايفيلي او لا تقدموهم فحال هكذا حسبين، يعني ما فيهم والو، فحال انا ولادي ما كيعجبوهمش لا باللوز لا حتى بحاجة، كنعطيهم لهم غير هكذا. وكنتمنى هاد البسيطة ديما تنالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتلقوا شي وصفة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كومو بيس نوستاس باستيلاس ya están listas. Espero que os haya gustado y os animáis a prepararlo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.